بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع البروجكت تبعنا وراح نبني اليوم برانش 1. مبروك، خلصنا البرانش الهيدكوارتر، عملنا له سيتنج اب، طبقنا عليه مواضيع كتيرة. أتمنى تكونوا راجعتوا الفيديوهات 34 اللي قبل وطلعت الانفراستراكشر عندنا انترنت وكل شيء تمام. العملية وسعت مع الزبون تبعنا والحمد لله رب العالمين، الله يكرم الجميع، وفتح برانش. طيب هذا برانش شو بدنا نعمل فيه؟ هذا برانش نبني كالعادة، نطلع على الانترنت ونربطه مع الهيدكوارتر عشان نستفيد من الخصائص. وراح نقول لكم كيف الأمور تطبق بالحياة العملية وشو الركومندد وشو اللي مش ركومندد. خلينا بس نوضح شغلة واحدة. عندي البرانش 1 بنيناهم، وهلا لنبني البرانش 2 بالاكسس لاير تبعته بالكلابس كور تبعه ويطلع على الانترنت. المختلف حيكون عندي ببرانش 1 هو انه مثلا الفاير وول حنشتغل على فورتيجيت، حنغير عن اي اس اي حنشتغل على فورتيجيت ونشوف نطبق عليه. وطبعا ححكي عن الفاير وولز باستفاضة، يعني خاصة عن الفورتيجيت، وحشرح فيه كتير اوبشنز ونشوف كيف نطلع فيه ونفهم شو بيعمل وليش فورتيجيت. وبالبرانش الثالث ان شاء الله ممكن مثلا استعملنا سوفوس وهكذا. مهم هذا برانش بس يطلع على الانترنت ان شاء الله راح نعمل شيء اسمه سايت تو سايت في بي ان. اوكي، في بي ان، ونشوف كيف نتصل معه، ونشوف حيكون هون عندنا سنترلايز سيرفر وكيف راح ناخذ منه شيرنج والامور هاي كلها. تعالوا نروح على طول على السايت تبعنا ونشوف شو الموضوع. هلا انا غيرت لبينت لاب والحمد لله، احلى طبعا، وقلنا خلينا نشوف شو الامور فيه. تعال نطلع بس القلم هون على 30. اوكي تمام. الفكره هون عندي كالتالي، خليها 25 بلاش 30 لانه اوكي. الفكره كالتالي، انا الانفراستراكشر عندي هون طالعه والحمد لله، واصله على الراوتر هون، طالع عندي على سيرفيس بروفايدر. طيب تعال نشوف القصه عندي هون. نفس النظام، حيكون في عندي ريدندنسي وكل شيء. ليش موصل على الاي اس بي هذا؟ عشان ما بدي افوت هلا بموضوع بي جي بي وافوت اخلي اي اس بي ثاني ونعمل، لانه البي جي بي موضوع طويل. فقلت خلاص باخذ من نفس الاي اس بي، طبعا هاخذ نتورك ثاني، فحيكون السايتين اصلا شايفين بعض عن طريق بس هون، بس الشبكات الداخليه ما حيكونوا شايفين بعض فيها، الشبكات الداخليه ما حيكونوا شايفين بعض فيها. فهون دور الفي بي ان، الفي بي ان راح نعمله من هذا الراوتر على هذا الساند باي، نضنشه شوي صغيره، راح نعمل تنل للراوتر الثاني ونشوف كيف الامور بتمشي. هلا خلونا عشان حكينا كثير نفوت على التطبيق العملي، نطلع اللاب تبعنا. حنعمل هون اثنين فيلان، فيلان 10 وفيلان 20، حتكون من رينج الحداشات. طيب اذا بدك توصل سايت تو سايت، اوعك تستعمل نفس الرينج تبع الاي بي ادريسز، حيصير في عندك كونفليكت ومش حتقوم التنلز وحيصير في عندك مشاكل. وفيلان 200 عشان حيكون في عندي الفاير وول الانسايد زون زي ما انتم شايفين. خلينا نكبر وناخذ نسلط الضوء على البرانش تبعنا هون. اوكي، فعندك الانسايد زون هي 11.11.200.0 اللي هي حنعطي 200.1 للانسايد انترفيس اللي هي بورت 2 حتكون، والاس في اي حياخذ 200.2 هذا كانسايد. ولونت لك الانسايد بالبيربل بالبنفسجي، وعملت لك الاوتسايد منقطين هيك وبالاحمر، تمام، عشان ما نضيع. هذا بالايف كان عندنا مشكله كيف نحدد الامور هاي. قلت لك الاوتسايد زون حتكون 192، عمرها ما كانت 192 لانه 192 عندي بالاول، فهون حتكون انا اخذتها كوبي بيست، فهون حتكون عندك خلينا نقول 11.11.150 ليش في حرف ازاي عندي هون؟ تمام، دوت 150 كيبورد عربي. اوكي
11.11.150.0/24. شو يعني؟ عندي 150.1 حيكون ال standby HSRP virtual IP address تبع ال BVI، وحيكون في عندي 150.2 للانترفيسز هذول الاثنين لما نعمل بريدج، ويكون 150.4 للاوتسايد انترفيس تبع الفايروول، وهكذا. طيب يبقى تعال نروح على الكور سويتش تبعنا ونبلش نعمل اس في اي تبعنا. ممتاز، حلو. هنقول له كونفتي هوست نيم، خلينا نسميه اوكي كور سويتش 1 بلاش اكتف بي ار 1 نو برانش 1. تمام، حاول انترفيس فيلان 10 اي بي ادرس 11.11.10. خليها 2 255.255.255.0. هنعمل الـ HSRP. استنى، بلاش ما عملنا HSRP هناك، تعال نغير، تعال نعمل GLBP. الـ GLBP هو اختصار لـ Gateway G Load Gateway Load Balancing GL، و نسيت بس فكرته شو بيعمل. بيعمل لود شيرنج، هلا اسمه لود بالانس بس هو ما بيعمل لود بالانس، هو بيعمل لود شيرنج. الفرق بين لود بالانس ولود شيرنج حوطه عم اقل. تعال نجرب الجي ال بي بي. يلا نقول له، كنا حنشوف نقول له بالستاند باي، ايش صار بينه، نقول له ستاند باي صح؟ لا، هو ما حقول له ستاند باي، حقول له جي ال بي بي 10 نفس النظام. الفيرتشوال اي بي حيكون 11.11.10.1. ممتاز. انا عشان بدي اياه يكون هو الـ AVG، حدخلونا هذا بالـ AVG والـ AVF. طيب الـ AVG هو Active Virtual Gateway، تمام، والـ AVF Active Virtual Forwarders. فانت عندك شو قصة الـ GLBB؟ عندك لما يكون عندك هون عم نعمل بين الاثنين كور هون، اوكي. اذا هذا اي بي جي، كيف بياخذ اي بي جي؟ اعلى برايورتي، اذا صار تايب البرايورتي اللي هي ديفولت 100، اذا صار تايب بيروح لاعلى اي بي ادرس. فعندك هذا بيكون اي بي جي، اوكي، هو بس واحد فقط اي بي جي، والباقي بيكونوا اي في اف. يعني اذا هذا اخذنا اي بي جي وحامله اي بي جي، هذا حيصير اي في اف فورواردر، وهو نفسه هذا كمان حيكون اي في اف. اوكي، شو القصه تبعته؟ بيعمل لود شيرنج. مره تطلع الباكت من هون لهذا البي سي، يعني اذا هذا البي سي اخترت له انه تطلع الباكت تبعته من هون فحيضل من هون، اوكي. واذا عندي مثلا بي سي ثاني هون مثلا بيطلعه من هون، صار بي سي ثالث عندي حطيته وين الماوس، اوكي، صار في بي سي ثالث هون حطيته عندي هون كمان، فبقوم بيروح يطلع من هون. الديفولت تبعه بسموه راوند روبن، يعني مره من هذا بيطلع من هذا السويتش، مره من هذا. شو انا هون عم بوزع الحمل بال HSRP؟ شو كان؟ كنت عامل هذا الاكتف، اوكي، فكان كل ترافيك صار من هون، هذا ستاند باي، وقع عندي اس في اي من هون بروح على اس في اي الثاني، وقع عندي اس في اي من ناحيه ثانيه بروح على اس في اي الثاني. يعني هذا مريح كليا. طب هون ليش لا اريحه؟ خلي الترافيك يطلع مره من هون مره من هون. تعال نشوف كيف فينا نعملها ونشوف شو بتوصلنا. يعني الموضوع انا اصلا ما كنت مخطط له وطلع هلا، تعال نجربه. سي ال اي تبعنا هون، اوكي، فانا جي ال بي بي 10 اي بي 100. طب بدي اياه هو يكون الاي بي جي، فخليني احط له بس برايورتي، ما بيترك له التسهيل. جي ال بي بي 10 برايورتي مثلا 150، اوكي. ما في داعي اعمل انيبل البريمشن، لانه باي ديفولت بالجي ال بي بي البريمشن هو انيبل، اوكي. انا عم بمشي عند هاي النقاط بسرعه على اساس انه نحن انتم مراجعين معي بالسايت الاول وانا شرحت شغلات باستفاضه كثير. يلا طيب قول له نو شت داون، نو شت داون، ليش هيك؟
هون شت داون ماشي. وقول له انترفيس الى عفوا VLAN 10 سمي اي هي سمي مثلا داتا بي ار 1 نيم عفوا نيم داتا بي ار 1 طيب قول له انترفيس VLAN 20 IP address 11.11.20.255.255.255.0 قول GLBP 20 IP 11.11.20.1 تمام. قول GLBP اللي هو الـ ABG priority 150 قول له نون شت داون وقول له VLAN 20 نيم مثلا ماركتينج وليكن اوكي. وخليني اعمل ال E0/3 هذا اللي هون و E0/1 و E1/2 و E11 هذول ترنكات. تعال نعمل قول له انترفيس رينج انا عندي E10 اوكي E1/0-2 space comma space E0/3 مش switch port trunk تعني نكتب لكم كوماندات switch port تعني switch port كامل switch port trunk encapsulation dot one q to the switch port mode trunk تمام. لازم نعمل VTP قول له VTP domain سمي branch 1 ويكون اوكي VTP password 123 نسهل الامور وخليه هو سيرفر اصلا حلو كتير. تعال نروح على كور سويتش الثاني. لا ضل عندي انترفيس VLAN 200 ما عملته انترفيس VLAN 200 قال له IP address 11.11.200.3 255.255.255.0 هقول له GLBP 200 IP 11.11.200.2 هو 3.2 هذاك حيكون 4 تمام. وشو كمان عندنا G هذا بدنا بروجيت تبعته اوكي GLBP 200 priority 150 قولوا نون شت داون قولوا VLAN 200 نيم فايروول وليكن دول الـ UR مولنا تمام. نروح على كور سويتش الثاني كونفتي هنقول له كور سويتش داش 2 BR1 host name زينان معقولة host name اوكي interface VLAN 10 IP address 10.11.11.10 هذا كان 2 هذا حيكون 3 255.255.0 هنقول GLBP 10 IP الفيرتشوال IP تبعه قديش كان 1.11.10.1 ما قول له نو شت داون وقول له VLAN 10 داتا مثلا VR1 كانت يكون عندنا VLAN داتا نيم قول له انترفيس VLAN 20 IP address 11.11.20.32.255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 .
فاد الزيخ GLPP 20 IP 11.11.20.1 و في بعد شيء كمان نعمله لأنه شد هذا VLAN 20 name can marketing اوكي وفي كمان عندي انترفيس VLAN 200 IP address 11.11.200.32 لا عملناها 3 هناك وكان الفيرتشوال 200 لانه واحد حنعطيه للفايرول ف حيكون 4 255.255.255.0 حنقوله GLBP قديش هذا 200 IP 11.11.200.2 تمام قوله VLAN 200 name firewall خليني أتأكد أنا حاطه هون صح do show run interface VLAN 200 عندك 11.11.200.2 وهذا 3 priority مضبوطة اوكي حلو طيب نظبط الـ VTP تبعه هنقول له VTP domain كان branch 1 و VTP password كان 123 كان 2WR اوريدي انا عامل هناك هياخد رانكينج ما فيش مشاكل طيب هنروح على الاكسس سويتش هذا بس نظبطه شويه امور تعال اكسس سويتش طيب كونفتي هوست نيم اكسس سويتش داش 1 داش بي ار 1 حلو حاولوا VTP mode client VTP domain BR1 VTP password 123 تمام WR على السريع طيب اللي تحت خلينا نحطه بفيلان بتاعت البي سي هون نحطه بفيلان 10 بس مش هلا لانه في شغله حاله فيها بالفاير وول وانا بعمل له سيتنج اب ف بعدين نشرح بس خلينا نشوف هلا استلم شو فيلان بريف ولا ما استلم هي اخذ بيانات داتا وماركتنج بس الفاير وول ما اخذه ال200 ما اخذه ليه تعال نشوف نطلع على هون هقول له شو اي بي انترفيس بريف اوكي VLAN شغالي طيب شو VLAN brief كمان مظبوط طيب نروح على الثاني شو كان IP interface brief administrator down هذا نسينا نعمله no shutdown interface VLAN 200 no shutdown طيب بس هذا ما خص انه هم ما بينوا اوكي هلا نزلت كانت يمكن مسألت وقت هلا نزلت الفاير وول هي تمام سحب الفيلانات واموره اوكي طيب خلينا نشوف هون لو قلنا له شو جي ال بي بي بريف تعال نفهم القصه شوي لا بس بدنا نكبرها بس هنكبرها عشان اوكي شوف شو لك قال لك فيلان 10 الجروب 10 تمام برايورتي انت حطيت لي 150 حقيقي اكتف طيب الادرس هو 11.11.10.1 هذا الفيرتشوال اي بي ادرس طيب مين الاي بي جي اوكي الاي بي جي هو 11.11.10.3 اوكي اخذ الثلاثه اخذ الاعلى اي بي ادرس معني حاطط له برايورتي وهي برايورتي هناك ب 100 فما المفروض اصلا ياخذها هيك بس تمام ما فيش مشاكل شوف حنلاقيه انه الاكتف راوتر لوكال هو لوكال على حاله تمام وعندك الاكتف كمان لوكال
لأنه هو معتبر حاله AVF. طيب هو عم بياخد ال اوكي لوكال وقال لك انه بالنسبه ل ثلاثة اللي هو 2 لسن اوكي هو اكتب بالنسبه لحاله طبعا اكيد هذا معروف الجي ال بي بي. طيب ما في مشكله هذا بنشوفه هلا هاي بعدين بس اوريدي يعني الاتش اس ار بي اصلا شغال الجي ال بي بي شغال معنا وكليات وعمل الالكشنز تبعه بس عندك ال 200 ما حطيت ال 200 هون بس حاطط ال 4 هون انون عامل لي ال 200 طيب شوفه مره تاني اوكي بطلت انون اوكي تمام الجي ال بي بي ريدانسي شغال. طيب خلينا خلصناه من هون حنعمل شغله واحده هون هلا بدي اعمل بس سيتنج اب شوفوا الفاير وول انا هلا ما راح اشرحه حرجع اعيد هذا التنسيب بس انا بدي اشغله بدي اطلع التوبولوجي تبعت الانترنت عشان الفيديو اللي بعده اعمل سايت تو سايت في بي ان اوكي فنمشي مع بعض لازم في سيتنج اب هيك على السريع اعمله بالفايروول عشان اقدر ادخل عليه. طيب قال لي لوجن اليوزر نيم الديفولت تبعه من مصنع بي جي ادمن الباسورد فاضي بتقول له انتر بقول لك فوت نيو باسورد اوكي حنحط له مثلا اي باسورد حطه براحتكم اوكي قال لي كمان نفس النظام تمام هلا دخل لازم اعطي بس اي بي ادريسات شو لمين بدي اعطي بدي اعطيه للانسايد هي بورت 2 اللي هي البنفسجي الانسايد زون حاطيه 11.11.200.1 وللاوتسايد حاطيه 11.11.150.4 هذا هو تعال نشوف كيف بنعطيه هون كوماندات شوي غريبه حنقول له كونفيج سيستم انترفيس يعني انا بدي اعمل كونفيجريشن للانترفيس حلو اي انترفيس بقول له edit هو بفورتيجيت اسمه بورت بقول له بورت اوكي بورت شو الانسايد اول شيء بدي اعمله هو بورت 2 هيك ملزقين ببعض حلو شوف اذا بقول له اي بي ادرس هلا على طول ما راح يرضى لانه هو دائما بحط البورت بحاله دي اس بي فما فيك تعمله ستاتيك لازم تحله ستاتيك فبقول له set mode static تمام بتقول له set ip حط له الاي بي 11.11.200.1 هاي الانسايد بورت 2 ها تمام سلاش 24 سهل وحلو ممتاز. طيب حتقول له set allow access طيب بدي اياه اكسس لشو طيب https يعني اسمح لي https واسمح لي http واسمح لي نعمل عليه ping واسمح لي SSH إذا بدي أعمل عليه SSH هذول مهمين حلو كتير كيف بتسير بتقول له end فهيك عمل save the configuration. طيب البورت الثاني اللي هو الأوتسايد اللي هو port 1 config system interface طيب حاول له edit port 1 تمام port 1 set show mode static وهقول له set ip 11.11.150.4/24 ممتاز وست خلي بس عليه البينج من برا عشان هنحتاجه هنقول له انت هيك المفروض احنا خلصنا هبدا افوت عليه عن طريق البراوزر لازم اول شيء لانه انا ما عندي راوتينج انتوا تشوفوا تذكروا هون لازم انا اعمل راوت على عفوا من الكور سويتش للفاير وول اللي هو سبار واللاي وعندك راوت باك من الفاير وول كمان للانسايد زون انا ما عندي هذا هذا اللي اعمله طبعا صعب بديش افوتكم بالكوماندات فلازم اعملها من الجرافيكال يوزر انترفيس تبع فورتيجيت فكيف بدي فحخلي هذا البي سي بفيلان 200 عشان اقدر افوت عليه لانه الانسايد انترفيس تبعته 200 هلا لو حطيت على اي فيلان غير 200 ما راح يضبط لانه ما في عندي راوت باك تمام بس هيك تحايل صغير بس عشان اقدر افوت عليه هقول له كونفيج تي انترفيس اي 0 سلاش 2 هذا سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 200 حط
اوكي ان شاء الله. طيب حفوت على البي سي. اوكي هنظبط له الاي بي ادريس. حلو 11.11.200.100 وليكن اي رقم 255.255.0. لازم احطه نفس السبنت تبع الانسايد انترفيس عشان اقدر اخلص له السيتنج 11.11.200 الجيت واي دوت 2 وليكن. ما في داعي لتحت. طيب ماشي خليني اجرب اعمله بينج 11.11.200.1. ده يجب بينج unreachable ليش unreachable؟ ما مفروض يكون unreachable IP config. قديش اخذ الIP 11.200.100.255.0 والgateway ما اخذ. طيب نجرب مرة تانية. طيب ما عمل بينك. خلينا نشوف الكور. الكور وصل له بقول له بينك 11.200.1. انا بالأكسس هون عفوا بينك 11.11.200.1. طيب تفوت لي على كل شو انا هي عندي بورت 2 هو فعلا بورت 2 احتاجه 200.1 وصبنت ماسك وقال له allow البينج وال HTTPS وال SSH وال HTTP. تمام اوكي وبورت 1 كمان حطت 11.150. تمام المفروض ما يعمل بينج مبدئيا. طيب اذا قلت للبي سي تعال شوف البي سي اصلا ببنج عشو. هذا بي سي 1 هذا بي سي 2 تعال شوف البي سي اصلا ببنج عشو. بينج 11.11.200.2 شوف بنج على الجيت واي تبعته. اوكي ماشي الحال. بقول له بينج على 20.1 كانت. طيب الانتر بينار راوتينج شغال عنا ممتاز 11.11.20. طيب قول له دوت كان عندنا شو 10.1. طيب الـ SVI شغال عندي بس ما قادر اوصل. طيب بينج دوت 11.11.200.2 هاي شغال عندنا. اوكي طيب 200.1 بعد ما قادر اوصل له. طيب ليش في مشكلة هون؟ خلينا نشوف الاكسس سويتش. انا حطيته بانترفيس اي 0 شو ران انترفيس اي 0 سلاش 2. طيب هاي بلا 200 يعني عملوا تاجنج لبلا 200 واصل اوريدي. الكور شو ران هاي ما بدها يقراك لان هي تعتبر دايركتلي كونكتد. طيب قول له بينك
11.11.200.1 source VLAN 200. طيب انا عرفت المشكله وانا اتاسف. مش لازم انا احط له هذا، هذا هو بورت 2، مش لازم احط له الاي 0 سلاش 0 بفيلان 200 عشان يقدر يطلع. شورا انترفيس اي 0 سلاش 0 ما فيه اي كونفيجريشن. تمام، كونفي انترفيس اي 0 سلاش 0 جود ترابل شوتنج. هذا سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 200. تمام، هذا المفروض يكون في بينك. وينو بينك؟ مفروض زيرو زيرو. طيب بينك 11.11.200. اها نطق. اوكي، والسورس مثلا نقول من فيلان 10. فيلان 10 مش هيقدر لانه لازم بده راوت باك، مش مشكله. هلا رح نعمل راوت باك، بس اقدر افوت على الفاير وول. هروح على البي سي، هذا بي سي 5. اوكي، نفتح هون. تمام. انا راح اعتذر، الفيديو راح يكون شوي طويل، بس لازم اطلع الانفراستراكشر على اساس نفضله. وانا صراحه عم بعمل هاي الكوماندات كلياتها معاكم على اساس منه بنراجع ومنه بنشوف شو الترتيب مع بعض يعني. طيب خلص لازم تفتح هذا، شو معناه؟ طيب 11.200.1. اوكي يلا. مش في بطء اكيد لانه في فيرتشوال انفايرمنت، لازم يكون في بطء. حلو، فتح عنا الفاير وول، نقول له ادمن الباسورد اللي حطيناه. هلا المفروض يفوت لعندي من اول مره. لا نيفر. حلو، اول ما يفوت بقول لك اوكي انت مغير الباسورد تبعك، فحط لك عليه صح. بقول لك سبيسيفاي هوست نيم، يعني غير اسم الفاير وول. نقول له اياه بعدين ان شاء الله، ما في مشكله. هلا موضوع الفاير وول نجي. طبعا هذا الفورتيجيت عشقي، فمن اقوى الفاير وولات بالماركت، ان شاء الله حنفوت فيه بتفاصيل كثير كبيره. ف ان شاء الله الامور طيبه معنا. طيب هلا هون عم بيعمل بوتينج اب، وعم بشوف شو في عندهم، شو بالداشبورد عم بلايسنس ومن اخرته. مش مشكله، انا هلا الفاير وول زيه زي اي فاير وول. اوكي، بيجي ببوليسي وحده. لو رحنا على بوليسي اند اوبجكتس، رحنا اي بي في 4 بوليسي، حيجي ببوليسي وحده اللي هي ديناي اني، وبسموها امبليسيت ديناي. نكون بس شوي محددين الوضع، نشوف هون الامبليسيت ديناي. اتمنى من الفورتيجيت انه يكون اسرع من هيك. هي امبليسيت، هي امبليسيت والا اول اول اول، ومعطيها ديناي. اوكي، طيب انا هلا لازم اخترع له، بدي اعمل له بوليسي. انا شو راح اعمل له؟ راح اعمل له اثنين بوليسي. واحده، تعالوا بس نشرح البوليسي هون شوي، زيه زي اي فاير وول. راح اقول له مبدئيا، انا هفتح كل شيء، هقول له من الانسايد للاوتسايد افتح لي، ومن الاوتسايد للانسايد افتح لي. افتح لي شو؟ حنشوف. اوكي، ف نروح نرجع وين البي سي. هي اوكي، هي قال لك اي بي بوليسي. طيب قول له نيم، سميها. انا راح اسميها ان، يعني من انسايد لاوتسايد. حلو،
لا مش حلو الحركة هاي. قبل ما أعمل هذا الشيء بحب أعمل دائما شغلة واحدة. خلينا نروح على النتورك، معلش عذروني أنا إنه أصلا بعدي بالشغل وزمان ما طلعت لكم فيديو، فوت لازم يطلع فيديو لأني وعدت الشباب. هنروح على الانترفيسز اللي أنا اخترعتها أفرجيكم إياها. فيزيكال انترفيس هي بورت 1 أنا اخترعته وعامل عليه بس allow للبينج، وبورت 2 عامل عليه allow ping و HTTP كذا، ومعطيه الـ IP address هذا الانسايد. بس عشان أضبط شغلي ويكون منيح ونضلنا مع بعض على اتفاقية، حفوت عليهم بس أسميهم كيف كنا بالـ ASA بقوله name if inside وذاك name if outside. أوكي؟ نفس النظام بس رح نعمل عشان نحن عم نعمل بوليسي نكون فاهمين شو عم نعمل، بس رح أحطله اسم ما عمله أي شيء. هذا بورت 2 حاله inside، حلو، وأقول له أوكي. بعدين حنشرح البانيل هاي كلها تشوف فيها. وحروح على البورت 1 وأقول له edit، بورت 1 كان عندي outside. حلو تمام. بس عملناها حرجع على اوكي. انتبهوا مش جوا النتورك هتلاقي في عندك policy routes، مش هاي البوليسي اللي هي زي الاكسس كنترول ليست، هي بالبوليسي اند اوبجكتس IPv4 policy. اوكي هي الاكسس كنترول ليست، اوكي نفسها. فانا راح اعمل اكسس كنترول ليست، هقول له create a new، طيب نيم هسميها in out. طيب مين الانكومينج انترفيس؟ طيب هي in out يعني من inside لoutside، يعني جاي من هون من الانسايد، يعني الانسايد هون اوكي رايح على الاوتسايد. فبكل بساطه هيكون عندي الانسايد الانكومينج انترفيس، هي جاي الانكومينج من مين؟ من الانسايد. اوكي سماها وقال لك انسايد بورت 2. طيب الاوت جوينج انترفيس مين؟ هي الاوتسايد، داخلي من جوا لبرا. حلو. طيب سورس انا هفتح تقريبا كل شيء لانه حنفهم شو يعني سورس ديستنيشن بعدين. قول له اول والديستنيشن كمان قول له اول، والسكادجول هي دائما شغاله اولويز، والسيرفيسز اعطيني اياها اول. اوكي قول له اوكي. تمام. هذا اول بوليسي عملناها، هي طلعت هون صار يضويلي فيها انك انت هاي اخترعتها، باجي باخترع له بوليسي تاني بديها بس من outside to inside، بسميها out dash in. حلو. ال incoming interface من وين جاي؟ هي جاي من outside. اوكي طالعة من وين؟ طالعة من inside port، يعني هي البوليسي اللي انا عم بعملها هاي هيك من الاوتسايد جاي، اجت من برا من وات ايفر. مثلا هذا الراوتر بده يعمل بينج عليها، ممكن بيجي من الاوتسايد هون، فهي الاوتسايد بورت، فهي داخلي بقلب الاوتسايد وداخلي على الانسايد، يعني من الاوتسايد انترفيس للاوتسايد، يعني من بورت 1 لبورت 2. ممتاز. تعالوا نروح نشوف. فالاوتجوينج طالع من انسايد، السورس قول له اول، ديستنيشن قول له اول، السيرفيس بلاش ما اقول له اول، انا بس خليه اسمح للبينج مثلا للاي سي ام بي للبينج على سبيل المثال. خلينا نشوف شو بيطلع معنا. جريت، عملنا تو بوليسيز، سمحنا من الانسايد للاوتسايد لكل شيء، ومن الاوتسايد بس سمحنا انه ينعمل عليه بينج. اوكي وهي قال لك كذا، والاكشن اكسبتد وانيبلد وما فيش اي انسبكشن، تمام، ويو تو ام ما فيش، والامور طيبه. حلو، تعال نروح بس نعمل راوتينج زي ما عملنا بالاي اس اي. وين كانت هي؟ بالنتورك كان في شيء اسمه ستاتيك راوت. طبعا فينا نعمل ريبو اس في بي جي بي بس مش مستاهل العمليه. هنقول له كرييت نيو. طيب بدي اعمل انا
انسايت كل الشبكات اللي تحت زي ما عملنا طالعة لفوق، شوف اي شبكة 0000 طالعة للجيت واي، طالعة لمين؟ الجيت واي ادرس اللي هي اللي حتكون عندي انا البي في اي 150.1، نفس اللي عملتهم تماما بالضبط. ركيب عم بعمله هون، بس هذا بنعمل بطريقة جي يو اي. قل له 11.11.150.1 حلو. طيب من اي انترفيس؟ من الاوتسايد. انا هلا عم بطلع كل الشبكات لفوق للانترنت. حلو. قبل سيز بديستنس كذا وكومنتس، قل له تمام. وحامل واحدة تانية صارت موجودة هون، حامل واحدة تانية كمان بس الانسايد. شو هقول له؟ هقول له بسمح لي شبكات الاحداشات دوت 11.0.0، لانه انا عم بتغير عندي هون العشرة شرحتها باللابات الاول، فخليني اقول له يا سلاش 16. شو بقصد بسلاش 16؟ لان كل شيء عندي 24، بس سلاش 16 حيمرق لي اول 2 اوكتكت في بسبة احداشات، ما انا عم بغير بالاوكتكت الثالث 10 و20 و30 و40 و200، فبس مرق لي اول تشابه اثنين، يعني مرق لي الاحداشات، مرق لي الشبكات اللي عندي، انا بس عامل ديزاين للاي بياتي صح؟ عم بظبطها. طيب مين الجيت واي ادرس؟ راح تنزل على مين؟ على الفيرتشوال اي بي تبع الاس في اي 200 اللي هي عملناها 11.11.200.2. اياها تعال نفرجيك اياها عشان تكون تمام. انا هون هقول له شورن انترفيس في لان 200، عفوا 200 مالك يا حاج، شو رن انترفيس في لان 200 هي الجي ال بي بي 200 اي بي 11.11.200.2 هذا الفيرتشوال اي بي. اوكي هذا اللي انا حاطه 11.11.200.2. حلو. الانترفيس على الانسايد بورتو ممتاز، قول له اوكي. هلا خليني اروح هون على البي سي. اوكي هذا البي سي لانه من نفس الرينج، فخليني مثلا هون اعمل بينج 192.168.200.1، بس من مين؟ من سورس فيلان 10، كان ما يفنق معنا من الاول، فهلا لازم يفنق ام ما فنق. حلو، هاي الصدمه، لم يفنق. ليش؟ تعال نراجع بس هون. قلت له حداشات حداشات صفر صفر اوكي. الجيت واي تبعتي 202 من انسايد بورت. طلعت له كل شيء لفوق، هلا فوق انا ما عم بفنق، انا هون تعال. طيب وانيبل. ممتاز، تعال نشوف البوليسي. البوليسي فيها مشكلة. تعال نشوف. اوكي عندي ان للاوت اول 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 اولويز اول اكسبت، فاتح عليها كل شيء، ما المفروض يكون في مشاكل. وهي في صار هيت عليها هون. طيب تعال نشوف مره ثانيه. بقول هذا هيبنك لانه هذا الجهاز انا حاطه بنفس الرينج. وين كور سويتش؟ اوكي انا بالكور، انا عامل 192. الله يسامحني انا ماخذ على البرانش 1 اللي لازم 11، عفوا 11.11، عامل بينك على طول. بقول في مشكله، ولو قلنا من 20 كمان بينك. حلو، من انسايد لاوتسايد شغال. هلا اوتسايد ما راح يبنك لانه بنعمل كونفيجريشن للراوتر. تعالوا نعمل كونفيجريشن للراوتر. اوكي قول له نو. هلا الراوتر اللي بين بس ما يشد حلو يقوم. اللي حامله انا ممكن اعمل انترفيس زي الار زيرو ونفوت بهاي الامور. اعملها ولا نثبت اي بيات عشان الوقت؟ خلينا نثبت اي بيات عشان الوقت، عشان الفيديو اوريدي طول. يعني انا هون عامل دايلر زيرو وكذا وهيك، فخلينا هلا نثبت اي بيات. انا اوريدي عامل هذا الشيء لانه حتاخذ وقت معي. host name هنقول له r1 br1 تمام.
interface E0/1 هنخليه مثلا وليكن IP address 179.179.179.10 255.255.255.0 ونقول له انه شت داون. حلو كتير. خليني اروح على الاي اس بي كمان اعمل له ستاتيك بس هخلي له اياها دوت 1. فهون عندي انا بالاي اس بي كونفتي انترفيس E0/2 IP address 179.179.179.1.255.255.0 كل شيء نفس اللي انا عامله نفس السايت الاول انا عامله. وهقول له IP net source list الليست رقم 1 وانترفيس. اوكي كنا بالسايت ده كنا دولار 0 ولا معنا دولار 0 مين الانترفيس اللي عندي E0/1 اللي هو طالع منه. اوكي E0/1 تمام ونقول له اوفر لود. المفروض اختراع لي اوكي اخترع لي NVI. اوكي يبقى الامور تمام. طيب هعمل له نات اوتسايد. اوكي انا بقلب الانترفيس E0/1 اللي هو طالع لي عنوان هقول له IP نات اوتسايد. IP نات اوتسايد تمام وخليني بعدين بعمل BVI redundancy بين الراوترين بس هلا خليني اعطيها interface E0/0 خليني اعطيها هيك IP address صريح بعدين بعدها بالفيديو اللي بعد IP address 11.11.150.1 255.255.255.0 خليني اعملكم اياها BVI على السريع. exit كنا بنعمل bridge IRB عشان نفعله بعدين نقول له bridge مثلا وليكن 1 protocol IEEE بعدين نعمل له bridge 1 route IP هيك فعلنا لنفوت نقول له interface BVI 1 IP address 11.11.150.2.255.255.0 ومنقول له stand by 150 غير نعمل HSRP عادي IP 11.11.150.1 تمام وقول له stand by 150 priority 150 كمان قول له stand by preemption قول له no shutdown حربط الانترفيسين E02 والE00 بالBVI قال له interface range E0/0 fastly E0/2 هقول له bridge group 1 و no shutdown تمام حزل تحت الانترفيس BVI لأنه هو الانترفيس inside عفوا BVI 1 وحنا ننساش اقول له IP NAT inside تمام وحروح على الـ ISP بس احط له على هذا البورت اللي واصل فيه للراوتر تبعي بالشركة حاول له IP NAT inside اوكي حاول له interface E0/2 IP NAT inside حلو كتير وعلى وين هذا؟ لا ليش؟ لا في شيء غلط E0/2 أنا وين؟ لا أنا بالأكتف أنا بالأكتف لا no IP net inside أنا بالأكتف خليني أشوف شو عملت هنا منذ شو run interface BVI 1 أوكي قلت له IP net inside تمام
قولوا دو شوران انترفيس اي 0/1 نعمل له ايبينات اوتسايد اي ثينك مظبوط. طيب هنروح على اي اس بي قولوا انترفيس اي 0/2 نقول له اي بي نات انسايد نقول له انه شتدان هي اصلا بدنا نشتدان دبليو ار. ممتاز راح احط له راوتينج بس هون تبعه ظبط الراوتينج عندي. طيب شو حيكون عندي؟ حيكون عندي تو راوتس اي بي راوت 0.0.0.0.0.0.0.0 اللي هو مثلا طلع لي من اكزيت انترفيس 0/1 مو بوينت تو بوينت مال دو شوران انترفيس 0/1 في هو بوينت تو بوينت. تمام هاي عملت اول راوت. والراوت الثاني اي بي راوت 11.11.0.0.255.255.0.0 نزل لوين؟ نزل على الاوتسايد انترفيس تبع الفاير وول 11.11.150.4 دو دبليو ار. كمان المفروض هيك انا الدنيا عندي مبنجي. تعال نشوف البي سي يكون متأملين انه يصير عند البنج من اول مرة بنج 192.16.11.150.1 الله اكبر من اول مرة حسري. طب المفروض طلع لي انترنت بنج 8.8.8.8 تأملت كثير بالانترنت هنا ليش المفروض طلع انترنت انا اريد اعمل راوتينج. طيب مش قصة الانترنت هلا بنشوفها بعدين. اوكي فهلا انا صار عندي الدنيا عندي شغالة. طيب خليني بس اضبط ال خليني اضبط الانترفيس هذا احطه اي 0/2 احطه بفيلان 10 غيره من فيلان 200 ونشوف شو القصة معي وينه. هذا بي سي 1 هذا بي سي 5 اوكي خليني اروح على السويتش عفوا وين السويتش عندي كور سويتش ستاند باي اكسس سويتش باش اوكي حلو كونفي انترفيس اي 0/2 سويتش بورت اكسس فيلان 10 تمام. وخليني اروح لعنده احط له بس اي بي بايدي لانه لسه ما عندي دي اس بي. اقول له بروبرتيز واقول له طيب 11 كله 10 مثلا دوت 100 خليها 200 عندك 10.1 جيت واي دي نسات هلا. طيب تعال نشوف بينج 192.11.11.150.1 unreachable لا هي رجع من البنك. اوكي تمام فانا واصل لفوق 150.1 اموري تمام ما فيش مشاكل عندي. اوكي طيب هيك طالع بنك 8.8.8.8 ليش ما فيش انترنت؟ طيب خلينا نجرب. اذا قلت له قلت له على الراوتر الراوتر شايف انترنت اصلا فين ايه دوت. طيب الراوتر شايف انترنت مش معنى هم شايفين انترنت. طيب شورا انترفيس بي في اي 1 انا بالبي في اي له اي بينات انسايد حلو والانترفيس الاوتسايد هو اي 01 انترفيس اي 0/1 انا اي له اي بينات اوتسايد ممتاز بس انا حكي له شو ران انكلود اي بينات ما عندي IP NAT source list 1 interface E0/1 تمام اوكي انا عامل نتين هون حلو وعامل access list كمان شو حطيت له access list 1 عامل له شو access list
access list. Here عندي access list 1. Admit any. طيب هنشوف live speech شو أخباره. Live speech show run interface E0/2. E0/2. اوكي هاي فينا انسايد. طب خلينا نشوف الانترفيس اللي واصله على الراوتر تبع البيت. شو ران انترفيس E0/1 اي بي ال اس بي سي بي اي بي نت اتصال. طب شو اي بي انترفيس بريف. اوكي هذا اب و 02 اب. كله أب هي حل شو ران ما مفروض في راوتينج لأنه معمول ناتينج مع المفروض يعني مع سيرفيس بروفايدر ما مفروض يكون في راوتينج. شو ران انكلود اي بي راوت. اوكي بو بس راوت واحد زادت على الراوتر تبع البيت فالأمور مفروض تمام. طب أنا الراوتر تبعي طب الفايروول شايف انترنت ولا مش شايف؟ تعال نشوف من فورتيجيت والله ادمي. اكسكيوت بين انا اصلا احفظ كوماندات ايدوت. وشكله الفايروول اصلا مش شايف بس ليش انا اريد اعمل له راوتينج. فايف باكتس رميت 0 باكتس ريسيفد 100 باكت لوست. طب ممتاز اخبار طيب ان شاء الله. ليه ما اذا انا طالع عندي لهون والراوتر عندي طالع انترنت يعني انا لو قلت له اكزكيوت بينك وقلت له 11.11.100.150.1 هي هو طالع اصلا وشايفه. طيب اذا قلت له طيب 1 خلينا نشوف 11 خلينا نشوف مبنج 179.179.179.10. طيب حتى شايف الوان اي بي ادرس. طيب قول له تعال شايف لي الواحد من السيرفيس بروفايدر هذا اللي مش شايفه. اوكي يعني هو ما عم بيطلع من عندي على السيرفيس بروفايدر. ممتاز هذا الباكيت لوس. في مشكلة نت. هاي مشكلة نت. تعال نشوف الراوتين. تعال نقول شو ران مرة تانية انترفيس E0/1 انا قايل له IP not outside. ممتاز و IP address هيك. طب شو الراوتينج يعني شو ران انكلود IP out انا مطلعه من ال E0 مضبوط من ال existing interface و طلع من existing interface. طب بلاش بلاش مش عاجبك هيك هنقول له const قول له no تعال نشيل هذا الراوتر قول له IP route خليني اطلع على next 179.179.179.1 خلينا نشوف حل المشكلة هاي. كور سويتش نشوف بينك 11.11.150.1 شغال بينك 8.8.8.8 مش شغال برضو. طيب انا ما كنتش حابب اطول الفيديو بس عشان نشوف هذا ترابل شوتينج شو ممكن يكون مشكلته فمنيح نشوفه مع بعض.
179 هو 179 صح 179 اوكي دوت 1 طيب شو رن include IP route 11.0.255.0 على 11.150.4 اوكي طيب اذا قلنا شو في نات في access list شو IP interface default عندك هاي up تمام والPVI up طيب والNVI اللي هو النات ماخذ IP address تبع هذا طيب ليه ما عم بطلعني لك هي النات شغال show IP NAT translation connect run هو الـ MVI شغال بس الـ NAT translation ما في ما عمله أنا translation ليه؟ مع إنه أنا بالـ E0 عمله NAT outside والـ BVI عمله NAT inside والنات هو مفعل وماخد خليني أشوف الـ ISP شو أخباره شو IP interface brief النات unassigned طب أنا عندي بهذا السايت الأولاني في إنترنت هاي مهمة عشان أعرف أنت رابط شو تنوين واخدين من نفس السيرفيس بروفايدر بينك 8.8.8 الله من أول مرة طيب خلص سكر وين كنا هون لا على هذا طيب NVI unassigned تمام virtual template virtual template هون ماخذ هون 179.179.1 طالع الأوريدي هذا حيكون فيه نات أوتسايد للكل لأن كلهم طالعين من نفس الانترفيس غريب show run interface A0/2 هي IP نات أوتسايد لأنه إذا بتقول لك هون show run interface virtual template 1 هي IP نات inside فيها ما أنا شو قايل له هون show run include IPNAT IPNAT inside source list 1 طيب هي شغالة للكل interface E0/1 overload ماشي فهو أي إشي راح يجي عليه راح يعمله NAT يعني من أي حدا وهذا كلام منطقي طالع للsource list 1 اوكي انا في عندي 2 اي بي نت انسايد وهذا مزبوط واحد الاي ديزاينر اوكي و شو اكسس ليست شو اكسس ليست هي عندي اكسس ليست 1 بيرميت اني 500 ماتشز اوكي بس هذا من السايد الاولاني ما المفروض خلاص كل شيء صح ما المفروض شو رانينج تهيس السوفت وير او شيء انكلود اي بي راوت بس وهي اخيره طالع كلياته اي بي راوت يعني كل شيء يعني هو كل شيء على 188 ما المفروض الراوتر تبعي هون معمول نات شو
تايب في انترفيس بريف. E00 up E00 شوف يشور انترفيس E00 تبع لجروب واحد وهو up ماشي. E0/2 تابع كمان لجروب واحد ممتاز. شو ستاند باي بريف اوكي هو اكتف واللوكال مش موجود ممتاز. والبي بي اي شو ران انترفيس بي بي اي 1 بي بي اي في يو اي بي نت انسايد ما المفروض خلاص كل شيء شغال يمكن تعيس السوفت وير بنشوفها بعدين لأنه الفيديو طول بس آخر بينك عشان ضميري يكون مرتاح. بينك أنا ريتشابل كل سؤال بس ثلاثة طب خليك ثاني إذا قلت له بينك 188.1 unreachable. طيب حشوف هاي القصة بعدين بلكي بنصلحها بالفيديو الثاني. للأسف الشديد طول معنا الفيديو كثير ما كنت حابب. الانفراستراكشر هلا عندي شغالي من تحت لا لا مش لهون من تحت للأوتسايد انترفيس لهون. اوكي جريت خلينا نشوف هلا بالفيديو الثاني ان شاء الله بنطلع على الانترنت وشو بنعمل وبنعمل كمان سايت تو سايت في بي ان عشان نظبط الامور ان شاء الله الفيديو يكون تمام. انا الاماني هذا مش عارف انا جديد على البينت لاب فانا ما بعرف شو وضع الايمجز يمكن تكون في مشكله بالايمجز. هلا بسكر الفيديو وحبلش اشوفه او خليني احط بوز اشوف اظبط الموضوع بلكي ظبطه عشان نخليه بفيديو واحد. رجعت لكم عرفت وين المشكلة. هلا أنا طبعا دخلت بحوارات كتيرة وعملته دايلر زيرو وعملته مع فيرتشوال تكست بس ما كانش هاي المشكلة. المشكلة أنا عرفت وين كنت غلطان ما كنتش منتبه لما طلعت فوق وين قبل الدايلر زيرو هون وأنا عم بعمل النات. شوف أنا هون كنت عم بشيل النات لاحظوا النات IP NAT source list هذا غلط IP NAT inside source list هي كانت هي الغلطة عشان هيك ما كان عم بيعمل لنا مظبوط. هو الكوماند IP NAT inside source list طبعا انا عدلته تحت شلت هاي عملت دايلر زيرو عملته نظامي انا فكرت انه ما بيقبل بدو دايلر زيرو فطلع هي IP NAT source IP NAT inside رجع خربط فيها مرة تانية هون IP NAT inside source list 1 interface dollar 0 overloaded او مثل ما كنا عملناها من قبل بس انا راح مخي لكثير بعيد فما في تهيئة من السوفتوير. هي كانت مخي ما كتب الكوماند غلط IP NAT inside source list 1 interface NAT حنلاقي الأمور طيب إن شاء الله. بينج على 8 مفروض يبنج تمام صارت الانفراستراكشر شغالي والأمور طالعة من هون للانترنت تمام. نشوفكم ان شاء الله بفيديو جاي. اسفين على طالي صار اكثر من ساعه بس عشان افرجيكم الامور كيف عم بتصير ومنيح فتنا بمشاكل ورجعنا تذكرنا الكوماندات ونشوف كيف منيح الترابل شوتينج ممتازه. ان شاء الله بنشوفكم بفيديو جاي. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتدعموها بلايك وشير بس عشان نعرف نكمل وإن شاء الله بنشوفكم بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.